the next speaker uh, dr mohammed rashad he's uh, going to talk to us about special types of childhood pneumonia dr mohammed rashad is a professor of pediatric pulmonology Benha university uh, so uh, dr mohammed the floor is yours thank you بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بشكر بشدة صديقي وحبيبي البرنس الدكتور أسامة حسين، وكل من شارك في عمل هذا المؤتمر اللي بيجمعنا نعلم ونتعلم ونعمل صدقات قيمة وغالية جدا. النهاردة هتكلم عن Special تايبس ديمونيا اخترت يمكن الثلاثه دول أتيبيكال نيومونيا كوفيد 19 نيومونيا يعني موضوع الساعه واذا صعبتنا الوقت نتكلم عن النيكروتايزنج نيومونيا أتيبيكال نيومونيا أتيبيكال نيومونيا كومبير تو ذا تيبكال نيومونيا they show mild symptoms and signs different radiological findings and different response to Uh, uh, anti microbial agents هي الحقيقه يعني كلمه atypical infection عموما هي discrepancy between the symptoms and signs on one hand and the radiological and uh, 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 fate of the disease يعني بيبتدي العيان يشك من حاجات بسيطه جدا ما تقولش ده عنده نيمونيا لدرجه ان في بعض الحالات بيسموها ووكينج نيمونيا يعني واحد ماشي على رجليه وهو عنده نيمونيا ومش مش حاسس لكن هوب تبص تلاقيه الدهول لو عملت له اكس راي تلاقيها فيها اكستنسيف مانيفستيشنز طبعا الكلينيكال اوت ممكن يبقى سيفير فده الفرق ما بين تيبيكال والاتيبكال نيمونيا نلاقي ان الاتيبكال نيمونيا بتبتدي ببطء سلول اونست mild respiratory symptoms and signs, just dry cough, myalgia, uh, uh, headache. Uh, well, physical examination, برضو يبقى في uh, minimal or uh, little manifestations. وممكن ما لقيش حاجة خالص on chest examination. لكن لو عملت the X-ray, أبص هلاقي the X-ray shows worse condition than expected by the clinical manifestations. وده الفرق ما بينها في discrepancy بقول ثاني ان في discrepancy between the symptoms and signs and on one hand and the X-ray and uh, 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 outcome of the patient. طب ممكن تكون بكتيريال ممكن تكون بكتيريال فيرال اور البكتيريا الحقيقه يعني هم معروفين اللي هم الاتيبكال بكتيريا باي ديفينيشن كده الاتيبكال بكتيريا بتوع البكتريولوجي يعني او بتوع الكلينيكال باثولوجي اللي هي بكتيريا ذات ار ديفيكلت تو بي ليستد باي ذا ordinary لابوراتوري ميثودز they هاف نو سيل وول وبالتالي كل الانتي اللي بتشتغل على السيل وول مش هتشتغل معاهم وبالتالي هم بيحتاجوا الماكرولايتس زي ما هنشوف او دوكسيسايكلين او ليفوسايكلين ليفوفلوكساسين سوري طيب ما ننساش طبعا ان فيها ان السارس او الكوفيد 19 ده وان اوف ذا اتيبيكال اورجانيزمز اوف اتيبيكال نيومونيز طيب ذا ماجورتي اوف اتيبيكال نيومونيا ار كوزد باي بكتيريا الاتيبيكال بكتيريا اللي هي الكلاميديا بنوعيها كلاميديا نيومونيا كلاميديا تراكوماتس مايكوبلازما <سؤال> نيموني عند الليجيونيلا نيموني لو فعلا لو بصينا برضو للكومن اورجانيزمز في ال... الكوميونتي اكوايرد نيمونيا نلاقي الكلاميديا تراكوماتس اون توب اوف ذا ليست في الثلاث شهور الاولانيين وبالذات في النيونيتس لو بعد كده بتبقى في البيز اوف ذا ليست لكن ترجع تاني تبقى اون توب اوف ذا ليست في سن السكول ايدج Symptoms may include تبتدي بفلو لايك سمبتومز واحد عنده اعراض برد زوره بيحرقه او دراي persistent كاف وبعدين تبتدي يحصل تشيست بين لو حصل فيه بلوريسي فيفر هيديك ماليز انوركسيا بودي بينز اند fatigue اند ويكنس طيب ذا بيشنتس may نوتس ذيس symptoms 1 افتر وماشي على رجليه وعنده الايه نيومونيا وهو مش دريان ان هو عنده لان ممكن توصل لحد اربع اسابيع يعني شهر بعد شهر يبتدي يحس ان هو عنده نيومونيا. ذا سيمتومز ستارت slowly بات they get worse after two to six days. يقعد اسبوع لاربع اسابيع مش حاسس بحاجه ومش وماشي على رجليه بيسموها walking pneumonia لكن once ابتدت symptoms في خلال اسبوع تبص تلاقي الكلينيكال بيكتشر بتاعته ال... اتدهولت. ال... The, the, the symptoms فيري اكوردنج تو ذا اورجانيزم طبعا يعني الناس بتوع النيوناتولوجي الكلاميديا تراكوماتس من الحاجات المشهوره كوزز كونجنتيفس لما يلاقي طفل نيو بورن او في الفيرست 3 مانثس اوف لايف وعنده نيومونيا وفي نفس الوقت عنده اي مانيفستيشنز عنده كونجنتيفيتس لازم افكر في ان دي اتيبيكال نيومونيا اتيبيكال بكتيريا وبالتالي ما اقعدش ارقعه انتيبيوتكس كتير مش هتشتغل هنا لازم على طول احط الايه الماكرولايدز بي قدام عيني التيبكال نيومونيا بتعمل بقى الكونجنتيفايتس والتيبكال نيومونيا بعد ست اسابيع اوف ايج ات از مور سيريس طبعا ان ذا بري تيرم كلاميديا نيومونيا ده مايل ديزيز وبيبقى كومن في السكول ايج زي ما قلنا مايكوبلازما نيوموني دي بتبقى برضه مايل ودي اللي بيسموها ووكينج نيومونيا يعني ماشي واخر عنده نيومونيا وماشي على رجليه وكل ده السي دي سي اللي هو سنتر اوف ديزيز كنترول 2019 الليجيونيلا بتبقى بتعمل سيفير كونديشن هي دي الوحيده اللي فيهم اللي سيفير والكلاميديا تراكوماتس. Chest examination by inspection

الدبليو اتش او قالت يعني ايه يعني الارقام بتاعه التاكيبنيا امتى اقول ان هي فيها تاكيبنيا الانفستيجيشنز الحاجات دي الاي بي جي ارتيريال بلاد جاسز بالس اوكسيمتري فور فولو اب ليكوسيتيك كاونت توتال وديفرنشال سي ار بي انتيجين انتي بودي ديتكشن وبي سي ار ممكن اعمل بي سي ار وفي دراسات اتعملت كتير في مصر مستعملين البي سي ار تو الاتيبيكال بكتيريا للكلاميديا والمايكوبلازما والليجيونيلا زي ما قلنا جست اكس راي سواء كانت بلين اكس راي او سي تي سكان او الترا ساوند والالترا ساوند دلوقتي الحقيقه ابتدى ياخد رول بيقول ان هو مور سنسيتيف وهيبتدي يغطي على البلين والسي تي البلين اكس راي بلاقي فيها ايه ذا فيتشرز ار مور اكستنسيف ذان اكسبكتد باي كلينيكال زي ما احنا قلنا في ديسكريبنسي كلينيكال symptoms or signs mild وبعدين اعمل اكس راي الاقي الدنيا متبهدله اهو بلاقي هنا الاوباستيز باي لاترال وبريفرال باتشي اوباستيز سبيشالي ان ذا بريفري سجست سب سيجمنتال ممكن يحصل كولابس في حتت معينه لكن ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش طب السي تي هلاقي فيه ايه؟ برضه ديفيوز باي لاترال جراوند جلاس وبعدين تجمع نلاقي هنا الايه سمول باتشز صغيره وبعدين تجمع ممكن تجمع وتديني البيكشر ده هي. <applause> التريتمنت سبورتيف تريتمنت اللي احنا عارفينه ريست عشان الاميونيتي اه 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 نون ستيرويدال انفلاماتوري اه دراجز عشان الفيفر والبين وال والهيدك والحاجات دي الاكسجين عشان ما يبقاش فيه هايبوكسيا ساكشن فلويدز الكترولايتس اند نيوتريشن لكن الحقيقه الايدسا اللي هي الانفكشوس ديزيز سوسايتي اوف امريكا عامله جدول جميل قوي, قوي قوي انا بحبه الجدول دهوت لو الطفل ده هيتعالج اوت بيشنت هو أو النيومونيا ممكن تعالج اوت بيشنت؟ يس yes. لو سنه اقل من خمس سنين هياخد ايه؟ ازيثرومايسين كلاريثرومايسين أو اريثرومايسين بس حطت الازيثرومايسين هو الفيرست تشويس والدبليو اتش او نفس الحكايه لكن كلنا بنقول ايه لا ندي كلاريثرومايسين وطعمه وحش والعيال ما بتحبوش وننسى الازيثرومايسين لا الازيثروميسين هو محطوط فيرست تشويس والالترناتيف هو الكليريثروميسين والاريثروميسين طب لو كان الطفل سنه اكتر خمس سنين او اكتر هياخد ايه برضه هما هما لكن هنضيف اليهم الايه الدوكسي طيب لو كان ايه بيشنت بقى بيتعالج في, مستشفى لو كان فولي اميونايزد مفيش بنسلين ريزيستنس في الكوميونتي هياخد برضه ازيثروميسين كليريثروميسين واريثروميسين دوكسا سايكلين فور تشيلدرن اكتر من سبع سنين أه و أه أه سبع سنين اول أه ليفو فلوكساسين فور تشيلدرن اللي هم الكبار بقى دخلوا في الادوليسنس والادلتود طيب لو كان نوت البيشنت نوت فولي اميونايزد وفي كومن او يعني سبريد في ريزيستنت سترينز اه يبقى في الحاله دي برضه هياخد الازيثرومايسين وممكن هنا اضيف بيتا لاكتام على خوفا ان يكون في كومبايند انفكشن لكن فور اتيبيكال بكتيريا اللي هم قلناهم مايكوبلازما وكلاميديا واللوجينيلا هاخد برضو الأزيثروميسين لكن هنا ممكن اضيف الايه او الالترناتيف بتاعتهم اللي هو الكلاريثروميسين الاريثرومايسين دوكسا سايكلين اند ليفوفلوكساسين يبقى دي الدراجز اللي انا ممكن استعملها في الاتيبيكال نيومونيا مش هستعمل بقى الحاجات الثانيه اللي احنا عارفينها في التيبيكال نيومونيا طيب كوفيد 19 نيومونيا حديث الساعه الحقيقه كان ليا الشرف ان اكون عضو في الايجيبشن بيدياتريك كلينيكال براكتس جايد لاين كوميتي اللي هو ده هو والجروب اللي حط الكوفيد 19 بروتوكول، ده الكوفيد 19 بروتوكول الوحيد الحقيقه في المعمول للاطفال، يعني المجلس الاعلى احنا تابع المجلس الاعلى للجامعات زي ما انتم شايفين اللوجو بتاع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه وده اللوجو بتاع الجروب بتاعنا، الجروب بتاعنا دوت حط الايه؟ الجايد لاينز الـ الـ او سوري البروتوكول واحنا عملنا ثلاثه فيرجنز والفورث فيرجن وفي ابديتس كتير وفي تغييرات كتير هتطلع ان شاء الله ويزين دايز وتكون افيلابل لكم الحاجات دي موجوده على السايت بتاع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه لو واحد كتبت كده وشفت على الانترنت هروح طالع لك انزل تحت هتلاقي الجايد لاينز هتلاقي الكوميتي ده في جايد لاينز هيماتولوجي وبالمونولوجي ونيوناتولوجي ونفرولوجي الى اخره وفي برضه البروتوكول بتاع كوفيد 19 نشرنا بيبر اهيت عن الجايد لاينز في ايجيبت او البروتوكول ان ايجيبت براكتيكال ابروتش تو كوفيد 19 ان ايجيبشن بيدياتريك كونسنسس واللي هي الشرف ان انا اكون واحد من المجموعه الكلينيكال بريزنتيشنز احنا عارفين الكوفيد 19 ده ممكن يبتدي باي حاجه دي غلسته بقى اي حاجه بس هو الانكيوبيشن بيريود بتاعته طويله من 1 داي تو 14 دايز 80% من الحالات الحمد لله اسيمتوماتيك ممكن اي واحد فينا يكون جاله وعدى وهو مش دريان ليه لانه اسيمتوماتيك طيب ال 20% اللي فاضلين بقى الموست كومن سيمتومز فيفر دراي كاف اند فاتيك بس ليس كومن سور ثروت نيزل كونجيشن كونجنتيفيتس فاتيك اند مايالجيا نوزيا فوميتنج اند اور دايري يعني جي اي تي ممكن يبريزنت باي جي اي تي لوس اوف سميل لوس اوف سميل اند تيست بقت معروفه دلوقتي وممكن تيجي في صوره سكين راش اند نيل تشينجز. ممكن يجي بسيكولوجيكال مانيفستيشنز ممكن يجي بنيورولوجيكال مانيفستيشنز وفي سيفير رير بات سيفير انه يجي بسريبرال ستروك او سريبرال انفكشن وديليريوم اند نيرف دامج. امانج ذوز هو ديفلوب سيمبتومز حتى ال 20% اللي عندهم سيمبتومز دول هم 80% منهم they recover without hospital treatment. و15% بس هم اللي بيبقوا سيريسلي ايه اللي بيحتاجوا اكسجين و5% اللي هم ال20 الباقيين بقى دول اللي ايه 5% بس اللي بيحتاجوا انتنسيف كير يونت. ايه الكومبليكيشنز اند كوزز اوف ديث ريسبيراتوري فيلير ثرومبو امبوليزم وعشان كده بندي انتي كوجولانس اور مالتي اورجان فيلير اللي هو الميسي مالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم اوف تشيلدرن ممكن يعمل سيبسيز اند سيبتيك شوك دي الكومبليكيشنز اللي بتخاف منها دول الحمد لله 5% بس من الحالات ايه الانفستيجيشنز برضه اي بي جي بالس اوكسيمتري ليكوزيتك كاونت توتال وديفرنشال سي ار بي تشست راديوجر اند تشست راديوجر لكن بنضيف اليهم بقى في الكوفيد 19 دي دايمر فريتين او بروكالسيتونين والبروكالسيتونين از مور سنسيتيف فور بكتيريال انفيكشن فور ديتكشن بكتيريال انفيكشن لاكتيد دي او سي بي كي اللي هو سي كرياتينين كاينيز او تروبونين ميتابوليك بانل بقى نعمل الصوديوم والبوتاسيوم ليفر فانكشنز كيدني فانكشنز بي سي ار بي سي ار هو ذا اونلي ديجنوستيك بروسيدور يجي لك العيان للاسف بيبقى الصوره مقلوبه عامل بقى سي بي سي وسي ار بي وفي الروتين ودي دايمر وبتاع لما يلاقي حاجه يقول لك اعمل بي سي ار لا من غير دول الانفستيجيشنز الثانيه دي كلها دي تو ايفاليويت ذا كونديشن انما الديجنوزز باي بي سي ار انتيجين ديتكشن ممكن يتعمل بس للسنستيف عن البي سي ار انتي فايرال انتي بوديز بتبقى ليت وده عشان اقول له انت كان عندك ايه كوفيد 19 والحمد لله ربنا نجاك الكيرف ده بيبين لنا فعلا البي سي ار ال والانتيجن ديتكشن بيبتدي بدري ويبقى سستين لكن الاي جي ام ال بيبتدي متاخر ويروح بدري الاي جي جي بيبتدي متاخر لكن بيبقى يستمر لمده طويله ال ال الجدول ده بيزعجني جدا الحقيقه لان لو شفنا هنا

في الأسبوع التالت ينزل ل 45 عشان كده لما بيطلع نيجاتيف يعني احنا بنقول اتس جود بوزيتيف باد نيجاتيف لما يطلع نيجاتيف شود بي ريبيتد دبليو اتش او بتقول لك اتليست توايس عشان أقول إن الواد ده نيجاتيف ومشاكل بقى دلوقتي شغالة مع بداية المدارس المدرسة عايزة جواب إن هو ما عندوش كوفيد 19 طب روح أعمل بي سي آر يقول لك لا مش عايز أعمل بي سي آر اكتب لي أنت إن هو عنده لوز واكتب لي أنت إن هو عنده نزلة برد بلين تشيست اكس راي يعني يبقى فيها نلاقي فيها جراوند جلاس اوباستي او كونسوليديشن الديستريبيوشن بيبقى uh, بايلاترال 75% usually peripheral and lower يعني داير داير مش في لوب اللنج نشوف البيكتشر دي بلين اكس راي اه اهو جراوند جلاس ابييرنس وفي البريفري uh, يعني بلين اكس راي ممكن نعتمد عليها ايوه مش كل عيان هطلب له سي بي سي ابتدى سي تي امال امتى اطلب سي تي؟ لو النورمال بلين اكس راي لقيت البلين اكس راي نورمال لكن عندي ليمفوبينيا او الاقي البلين اكس راي سجستيف ما يعني مش مش متاكد منها قوي او طفل جاي لي بسيفير نيمونيا ده لازم اعمل له سي تي بسرعه على طول. السي تي فايندنجز برضو جراوند جلاس افيرنس او كونسوليديشن وفي ريفرس هالو ساين. It باي by the bilateral, usually peripheral or posterior, mainly in the lower segment. يعني داير إن داير. لو بصينا في الاكس راي دهيت ده اهو كله في البريفري جراوند جلاس ابييرنس ده في السي تي هنا نفس الحكايه انا طب لو لقيت حاجه زي كده لو عملت لاترال فيو يا هلاقيها قدام يا هلاقيها ورا يعني هي برضه في البريفري ترانسفير سي تي اهو باين في البريفري سيميلار بيكتشر ده الايه الريفيرس هالو ساين <applause> التريتمنت اكوردنج تو ذا جايد لاينز بقى مش هسهب فيها نيكروتايزنج نيمونيا نقولها بسرعه الحقيقه هنا يهمني ان ايه الكومنست اورجانيزم اوف نيكروتايزنج نيمونيا كلنا فاكرين كليبسيلا في ده في الادلت لكن في الاطفال ستريبت نيموني يليها المرسى وبعدين اذر اورجانيزمز ايه الكلينيكال كرايتيريا الكرايتيريا اوف نيمونيا بس ديس بروبوتشن سيك عكس بقى الاتيبكال الاتيبكال مايلد سيمتومز اند ساينز وسيفير اكس راي اند اوت كام لا هنا العكس بقى العيان متدهول واجي اعمل له الايه الاكس راي الاقي الحاله يمكن اخف شويه نو ريسبونس او نون ريسبونس اور بروجريسيف ديسبايت ثيرابي ليه لانه بيحتاج الماكرولايتس الكومبليكيشنز ار كومن يعني اتس ا سيفير كونديشن التريتمنت الحاجات العاديه بس يهمني فيها قوي هنا برولونجد انتيبيوتكس وهاي دوز انترافينس Intravenous Immunoglobulins ممكن الجا للسيرجري او ممكن احتاج سيرجري بس امتى لو في ماسيف هيموبسيس لارجر مارتبل تنشن <أو فيه> نيوماتوسيز <بالموني> <متحدث> او في بالمونري جانجرين وفي الحاله دي الكافيتيز اكسيد 50% من 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 اللوب وبالتالي هنا بحتاج ان انا اعمل لوبيكتومي او سيجمنتيكتومي او ايفن أو ايه الراديولوجيكال Manifestations اهو نلاقي صوره زي كده طب يعني باتش اوف نومينيا عاديه ماشي هنعالجها لكن سون بص تلاقيه عمل الكافيتيز اللي باينه دهيت نيكروزز وبالتالي يحصل كافيتيز ثين وولد كافيتيز اللي بنسميها نيوماتوسيز هي دلوقتي بيسموها نيكروتايزنج نيمونيا لانها سيفير كونديشن ادي نيكروتايزنج نيمونيا في السي تي شايفين الكافيتيز اهو وفي الايه في العفريته بتاعتها الكافيتيز تبان بيضة، نفس الشيء هنا نلاقي الكافيتيز في الليجن اللي فوق ده السونار بقى فعلا بيبين لي الكافيتيز في السونار بتبقى باينه وثانك يو وليا 57 ثانيه للمؤتمر الجاي ان شاء الله شوية. <applause> <سبعة وخمسين> <applause> شكرا يا دكتور محمد على المحاضره القيمه